في أسواق المعادن النفيسة شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعاً نسبياً قياساً على سعر الذهب أمس مع ارتفاع أوقية المعدن الأصفر إلى 1790 دولار، وسجل الذهب عيار 18 نحو 675 جنيه، أما عيار 21 فسجل نحو 788 جنيه، أما عيار 24 فوصل إلى 900 جنيه، أما عن سعر الجنيه الذهب فوصل إلى 6304 جنيهات. وإلى أسواق النفط العالمية، حيث تراجعت الأسعار مع تأثر السوق بمخاوف حول الإمدادات، وانخفضت العقود الآجلة لمزيج برنت بنسبة 0.3% لتبلغ 81.75 دولار للبرميل. كذلك هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.7% لتبلغ 78.9 دولار للبرميل.